مساكم الله بالخير. اليوم حديثنا عن دوة. احنا في دار العيوز نتحدث عن الدوة. الدوة كما تشاهدون هذه اللي يسمونها منقلة، وفيها جمر يسوون فيها الشاي، يسخنون على الشاي، يحطون الشاي والقهوة. وكانت رمز من رموز الماضي اللي تلتف عليه مجموعة من الأطفال مع جدتهم أو مع الوالدة لرواية الأقاصيص والحكايات والألغاز. أكثر مهارة في سرد الروايات والقصص للأطفال هن الجدات، على اعتبار أن الأم أصغر لكنها تسمع أيضا من أمها. بالنسبة لي كواحد من أبناء ذاك الجيل، كانت جدتنا هي اللي تحدثنا عن الحزاوي وعن الغطاوي نقلا عن الأمهات والجدات وما يسمعونه من الحريم عن هذه القصص. ما كانوا يقرون ولا يكتبون، لكن بعد ما كبرنا اكتشفنا أن القصص اللي سمعناها وحنا صغار متداولة وشائعة في ثقافات الشعوب ومعروفة، مو بس البلاد العربية، حتى في الدول الأجنبية مثل السعلو اللي يقولون عنه الغول وهو كائن خرافي. يتحدثون عن السعلو اللي خطف البنت أو حبها أو وداها القصرة وتزوجها، واللي انحاشت منه، واللي استعلوا ذاك السعلو اللي هجم على الناس وأكلهم، وعن الشخص اللي شاف السعلو وألقى عليه السلام وقال لولا سلامك سبق كلامك عشان أكلت لحمك وعرمشت عظامك، وعن السعلوة اللي ناكشة شعرها وناسفة الثديين على كتوفها وياه رضع منها، قالت له دام انت رضعت مني خلاص انت تعتبر ولدي وانت في سلام وفي امان. وهذه معروفة في ميثولوجيات الشعوب أو القصص الخرافية لديهم. وهناك أيضا قصة ذات الرداء الأحمر اللي أرسلتها أمها إلى جدتها ولاقاها الذئب في الطريق، قال ورايحة، قالت أنا رايحة جدتي أودي لها هالأكل. راح هو الذئب من جانب آخر وسبقها وأكل الجدة ونام في السرير. لما جت الأم البنت لقيت أن جدتها مختلفة، لابسة نظارات وأن لها أسنان. قالت لها ليش أنت لابسة نظارات؟ قالت عشان أشوفك فيهم. قالت ليش أسنانك طويلة؟ قالت عشان أكلك فيهم. أو ليش كذا؟ علشان كذا. هذه القصص أيضا من القصص العالمية، وقصة الماعزة وقصة المعيز الصغار اللي ما سمعوا كلامهم وطلعوا،
قصة الذيب اللي هي نفخ بيتهم اللي من القش عشة يعني، وأكل الأولاد لأنهم ما بنوا البيت بناء جيد. هي قصص خرافية وكائنات أسطورية، لكنها تعطي معنى وعبرة وعظة في الحياة. بالإضافة إلى هذه القصص، الآن الواحد يتساءل شلون جداتنا قدروا أنهم يحفظون وعندهم ملكة السرد القصصي بالنسبة لهذه الأمور الخرافية. نحن الآن على كثر ما قرينا وعلى كثر ما اطلعنا ما نقدر نحكي لأولادنا قصة، لكنه الفراغ والتكرار والتآلف والتواجد حول الدوة، يقعدون والجدة تروي وتحكي قصص وقطاوي. القطاوي هي الألغاز، نقول في الكويت قطاوي لأنها تعني الكلمات المقطعة وتطرح على الشكل أسئلة ويطلب من الموجودين إنهم يفسرون هذا اللغز. بعضها ألغاز عميقة يصعب تفسيرها، وبعضها ألغاز تطرح وفيها الحل لكن المستمع لا ينتبه لها، مثل بطنة أبيض ظهرة أسود جدر يا ثور وفتهم يا بقرة. شنو هذا؟ يقعد واحد يفكر بطنة أبيض ظهرة أسود جدر يا ثور وفتهم يا بقرة، طيب شنو هذا؟ طيب هو الجواب موجود، جدر. الجدر قبل القدر إنه أسود من السنون ومن الدخان، هذا لغز واضح. في أيضا مثلا شبيه له أبيض وعراليف اللي قلناها قبل كم يوم، أبيض وعراليف مصنوع بالقطيف زبيل يا هبيل، له الرأي له ذاك الله عليه. ها شنو هذا؟ طيب قال لك زبيل يعني هو عطى الحل. وأيضا يقول لك 2000 كروبة كم واحدة؟ 2000 كروبة كم واحدة؟ 2000 قاعد يحسب وقال لك 2000 كروبة يعني شيء واضح قال لك العدد. وأيضا في لغز يقول مريم بنت عمران شو اسم أبوها؟ مريم بنت عمران شو اسم أبوها؟ يقول والله تعال شو اسم أبوها؟ قال لك مريم بنت عمران يعني أبوها اسمه عمران. وألغاز كثيرة. حتى قبل كم شهر طرح لغز التلفزيون، شنهي طاسة على طاسة في البحر ركاسة، طاسة على طاسة في البحر ركاسة. من يوم حنا يهال وحنا صغار نعرف إن الحل هو الشمس، لكن طلع قول مناقض لهذا الحل وهو أن طاسة على طاسة في البحر ركاسة تعني المحارة. اللي سمعوا هذا التفسير اعترضوا وقالوا لا احنا طول عمرنا نعرف انها الشمس. طيب الشمس، بس هل الشمس على شكل طاسة فوق طاسة؟ والله تعال تعال اثبت لي. المحارة مفهوم شكلها شكل طاسة في البحر كاسة. مطلق هذا المثل او مخترع هذا القول في البداية كان يقصد المحارة، قال يا جماعة شنو طاسة على طاسة في البحر كاسة؟ قالوا المحارة. يوم شافوا ان المسألة سهلة ونمعودة راح هو وكابر قال لهم لا 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 الشمس. شلون الشمس؟ قال الشمس اول تطلع حمراء بعدين تصير صفراء بعدين تصير بيضاء بعدين العصر تصير ذهبية بعدين ترد تصير حمراء بعدين تغطس في البحر. طيب هذا صحيح ان الشمس تتنقل من مراحل لمراحل، بس هل هي تشبه الطاسة؟ هي هذا السؤال. هذا واحد من الألغاز. كنا نتمتع بحكايات وأقاصيص الأولين ونطلب سماعها عدة مرات من أمهاتنا ومن جداتنا، ولا ننام إلا لما نسمع قصوصة أو حكاية. وأحيانا تقوم الأم
بتلفيق حكايات. إذا كانت ذات ملكة في التأليف في القصصي وتحكي لنا قصص لم تحدث وإنما تقصد منها العظة والعبرة والموعظة علشان حنا نتعظ وما نطلع بالقوايل أو ما نطلع بالليل أو ما نقوم بالليل أو كذا، تقوم تختلط القصص مثل حمارة القايلة، الطنطل، السعلو وغيره علشان حنا ننتهج سلوك سوي إذا كنا خاطئين في أفعالنا، لأن هذا نوع من التأديب. كان البيت يربي فينا الأدب بالدرجة الأولى، وكان يهذبنا وكان يخلي عندنا حس في التعاون مع الجيران مع الأقرباء والعطف على الفقراء. ناخذ هذه التربية على شكل قصص خرافية وحكايات ملفقة، وأحيانا يتحدث النساء فيما بينهم أحاديث نحن المقصودين فيها، كما يقول المثل إياك أعني واسمعي يا جارة. هم بيناتهم الحريم عارفين إنها كذب الحكايات اللي قاعد يقولونها، لكن احنا كأطفال نصدق ونركز انتباهنا. وكنا نتحاشى مثل المواقف التي تسبب الحرج أو تسيء الأدب مع الكبار، مع كبار السن، أو في تعاملنا مع الناس ومع العميان في الشارع ومع الفقراء ومع المعتوهين ومع المجانين. إن اللي يسوي كذي الله يعاقبه، اللي يسوي كذي الله يحطه في النار، ومثل ما حط السعلو، ومثل ما حط فلان، ومثل ما حط الذيب، والحكايات عاد. نختتم إن شاء الله حلقتنا الليلة بهذه الذكريات عن دور الأم والجدة في السرد القصصي من أجل التربية ومن أجل التثقيف. الآن كلنا نقرأ وكلنا نكتب، وبإمكاننا أن نشتري القصص ونتعظ منها، لأن الإنسان وهو في طفولته يجب أن يقرأ لكي تتربى عند ملكة الكتابة والملكة الأدبية في اللغة والفصاحة في الحديث. ونكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.